لولولول السلامة والعافية. هذا الطوبيس هذا الصباح كيتحرق، هذا الطوبيس الصباح كيتحرق، هذا على الصباح هنايا جيت مرجان ديال طريق موزر. السلامة والعافية، مرجان ديال طريق موزر ها هو هذا. هذه دابا الساعة هذه ديال 9 قلق سماي ديال الصباح، صباح يوم الأربعاء، واه على الساعة 9 صباحا. صباح قول ديال رجال المطافي، الإسعافات الحمد لله ما كاين حتى شي ضحايا. السلام عليكم. حريق مهول يلتهم حافلة للنقل الحضري بمدينة فاس، لكن قبل الخوض في التفاصيل لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتتوصلوا بآخر أخبار المغرب. تعرضت حافلة مهترئة للنقل العمومي بمدينة فاس صباح اليوم الخامس لحريق مهول أتى عليها بالكامل على مستوى طريق موزار، وذلك بعد فرار الركاب لحظة نشوب النيران، ويحتمل أن يكون الحريق ناتج عن تماس كهربائي حسب المعلومات الأولية. وأكد نشطاء أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها حافلة للنقل العمومي للاحتراق، بل تكررت في الآونة الأخيرة حوادث الاحتراق بسبب تهالك أسطول شركة النقل المكلفة بالمدينة، وهو ما يتطلب فتح تحقيقات ومراجعة دفتر التحملات مع الشركة.